بس. استعجل على ايه؟ خدي نفسك الاول يا مرايا. ايه عايزه اتفرج فيها حاجه دي؟ لا مفيهاش، صبرك بالله. كلنا هنتفرج دلوقتي حلوه. فين العده؟ عارفه الارقام؟ لا طبعا. استنى كده، ده كنز، كنز علي بابا يا غنيه. مش قلتلك الحق لازم يرجع لاصحابه؟ اهو الصندوق ده بتاع العمليه اللي كانوا عايزين ياكلوا حق فيها. اهي الدنيا ضهرت ولف ورجع لحد حضني. قصدك حضننا احنا الاتنين يا حبيبي. هو حضني ايه وحضنك ايه يا بت؟ ما خلاص احنا الاتنين بقينا واحد. رتبت السفر على امتى؟ قريب. تستعجليش على رزقك يا مرايا. طب والحاجات اللي في الصندوق دي اللي تساوي ملايين هتصرفها امتى؟ هنا ولا في لبنان؟ اسال واتقص واشوف الصح ايه واعمله. طيب لحد ما يحصل بقى هيفضل ده في حضني. رايحه على فين؟ داخله انام. والصندوق بيعمل معاكي ايه؟ انت مخوناني ولا ايه؟ فشر. دي كلمه برضو تقولها يا غنيم بعد اللي عملته كله علشانك؟ امال الصندوق هيعمل معاكي ايه وانت نايمه؟ واخداه يونسني ويدفيني. طب مش الواجب برضه تقولي لي انا اجي اونسك وادفيكي انت والصندوق؟ الواجب ده هيتاجل يا خفيف لحد ما نسافر، وبعد ما اتطلق من اكرم تتجوزني رسمي، ساعتها بقى تدفيني وتونسني. تصبح على خير يا ابو الواجب. وانت من اهله يا مرايا. الصبر جميل. مستغفليني بس على ايهم وساعتها دفعهم ثمن غالي قوي. كفايه عياط. ايه يا ابني بطل شغل النسوان ده. اوعى تكون فاكر بدمرتين اللي انت هتنزلهم هيرجعوا لك البرنسيسه فوق. شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك. انا هشوف انا هعمل ايه. هلاقيهم. ما هو اللي يغدر بفتح زدان تبقى اخرته وحشه. وحشه قوي. كاب رايح فين؟ مالكش دعوه. انت تخليك هنا في مكانك وما تتحركش خالص، مفهوم؟
ياسمين. الله عليك يا قمر يا حنة. وردة على فولي وياسمين. الله عليك الله عليك الله عليك يا قمر يا حنة. شمس يا شمس، انت زفت يا شمس. مين؟ برهان. برهان بي، مساء الخير يا باشا. انت راجل، انت انا مش منبه عليك مليون مليون مره. اوعى تنام لما اجي عشان يمكن اعوز حاجه. ما انا كنت مستني حضرتك، بس الظاهر كده النوم خدني. النوم خدك؟ ربنا ياخدك يا اخي، انت ظاهر عليك كبرت ومش قادر على الشغل. هشوف حد تاني لسه فاي عشان يعرف يخدمني. وهون عليك يا برهان باشا، احنا عشرة عمر، ده انا طول عمري بخدمك بعناية، وحضرتك عارف انا محتاج الشغل ده قد ايه. بس انت هتعيط. بس بلاش قلب الدماغ، هتقعد تقول لي عشرة عمر هتتشل وانت واقف. روح اعمل لي فنجان قهوة سادة هشربها على روحك ان شاء الله. روح. حاضر يا برهان باشا. شوف الراجل ماشي قال يعني خلاص. يا ساتر على الناس دي. يا فين ال فين بتاع فين؟ ايوه بتاعه. اسرار. مساء الفل يا حبيبي، مساء الفل. لا انا عارف انك صاحي. انت بتاع الليل واخره اسرار. لا حبيبي، انا بتصل عشان اشكرك. رفعت راسي يا اسرار قدام العملاء بتوعي وقدام حبيبي. لا انا برضه قروب وعارف انك قدوة ودود. يا حبيبي لا حقك هيوصلك لحد عندك بالتمام والكمال. تسلم لي يا سروجه. مع السلامه. مع السلامه يا سروجه. مع السلامه. القهوه يا باشا. يا راجل مخبول انت. حد بيشرب قهوه الفجر؟ انت مش عايز انام؟ انا عايز انام. عايز انام حبه زي اللي بتناموهم دول. اشربهم انت، اشرب القهوه دي انت، يمكن تفوق. يا نهار ابيض، انت حد مسلطك عليا؟ اشرب القهوه. قهوه الفجريه، انا نافوخي بايظ. قهوه. معلش بقى يا رانيا، بكلمك في وقت متاخر، شكلي قلقتك. بس عندي اخبار كويسه، ما قدرتش انام من غير ما اقولها لك. عايز اقول لك ان حكايه الشكايات عدت الليله. طبعا عدت على خير. عيب عليكي، أنا شكري الباشا، مفيش حاجة تعص عليا أبدا. المهم، أنت طبعا هتروحي بكرة المجموعة، أنا متأكد إنك هتلاقي الدنيا مقلوبة. عايزك تركزي في كل تصرفاتهم وكلامهم وتبلغيني بيها أول بأول. بس خدي بالك، مش عايزين حد يحس إنك على اتصال بيا خالص. أوكي؟ هو أنا برضه عاوزة توصية في حاجة زي كده. ده لو عامر عارف ان انا على اتصال بيك هيقطع خبري. ربنا يستر. المهم ما تقلقش، انا هبقى على اتصال بيك واقول لك ايه الدنيا فيها ايه. بس بقول لك ايه، تتقل لي جيبك علشان عملتي في موضوع الشيكات. ماشي؟ طيب يلا، تصبح على خير. ايه يا ماما اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ مش جاي لي نوم، تليفونك كان عمال يرن. انا خلاص رديت. وبتكلمي مين بقى في الوقت المتاخر ده؟ عادي يا ماما، شغل. شغل ايه لسه عادي؟ عندي شغل في مصلحه حلوه جايه. انت خلاص ما بقاش فيه في دماغك الا شغل ومصالح وبس؟ طب بذمتك هو في حاجه في الدنيا دي كلها اهم من كده؟ طبعا فيها. انت العمر بيسرقك، واللي في سنك عيالهم بقوا اطول منهم.
امتى بقى هتلحقي نفسك وتفوقي لنفسك يا بنتي؟ مش كل حاجه الفلوس. والله تصدقيني اول مره اعرف. بقولك ايه يا ماما، انا قلتلك قبل كده وبقولها لك تاني وتالت ورابع، انا مش هتجوز واغلط نفس غلطتك واروح اخلف وبعد كده جوزي يرميني انا وعيالي ويطلع عيني في تربيتهم زي ما حصل فيا وفيكي. يا بنتي مش كل الرجاله زي ابوكي، الله يسامحه. الله لا يسامحه. حرام عليكي. حرام عليا انا ليه؟ هو انا اللي اتجوزت وخلفت وبعد كده طفشت؟ ده ما كلفش خاطره في يوم من الايام يتصل يسال اذا كنا عايشين ولا ميتين. ارحمي نفسك وارحميني، انا علمتك احسن تعليم وهو ربنا كرمك بشغلانه بتكسبي منها كويس والحمد لله. من ناحيه علمتيني فانت علمتيني الحمد لله كويس قوي، بس اللي حصل لنا في الدنيا يا ماما علمني اكتر من كده بكتير. علمني ان انا ما بقاش على حد، وعلمني كمان ان انا لازم اعمل فلوس وفلوس كتير قوي عشان اامن نفسي من غدر الناس وغدر الزمن، وبعد كده بقى ابقى اعمل كل اللي انا عايزاه، والراجل اللي يجي على مزاجي اهلا وسهلا، عايز يقرب ماشي، مش عايز وعايز يبعد في 60,000 داهية. وبقول لك ايه يا ماما بقى، قفليلي على المواضيع دي خالص لان ده اخر كلام عندي. تصبحي على خير.